العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين والنور المبين ورحمة الله المهداة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، صدق الله العظيم. ثم أما بعد، بناتي العزيزات، طالبات الصف الثالث الثانوي بمجمع الكويت التعليمي قسم الفتيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نستكمل دروسنا، أحب أن أنصح لبناتي العزيزات أننا في هذه المحنة، هذا الوباء الذي انتشر، فيروس كورونا، نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع السلامة والعافية للبشر جميعا وللمسلمين خاصة. الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا حديثا فيه خير لنا، فنحن المسلمين نستقبل هذه الجائحة فيروس كورونا بعقيدة سليمة في الله سبحانه وتعالى، أنه ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأيضا كل شيء قد قدره الله سبحانه وتعالى سيكون. الجزء الثاني الدعاء، نحن دائما نضرع إلى الله وندعوه أن يكشف عنا كل ضر، ومنه هذا الوباء. ثالثا أن نأخذ بالأسباب، بمعنى أن نطبق كل التعليمات التي أمرت بها الحكومات للوقاية الصحية. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في حديثه: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، وأعوذ بك من سيء الإسقام. ومرض كورونا هذا يدخل في إطار سيء الإسقام، فعلينا دائما أن ندعو الله سبحانه وتعالى ونضرع إليه. إن شاء الله موعدنا اليوم مع الوحدة الثالثة والدرس الرابع، حيث كنا قد أخذنا الدرس الأول والثاني والثالث، واليوم موعدنا إن شاء الله مع الدرس الرابع وعنوان الأسماء الخمسة وإعرابها. الأسماء الخمسة، من هذا العنوان نعرف أن عددها خمسة أسماء، هي أب، أخو، حم هو أبو الزوج أو الزوجة، فو هو الفم، ذو التي بمعنى صاحب الشيء. وننطلق بسرعة إن شاء الله إلى الأمثلة، ومعنا المثال الأول: جاء أبو سعيد. الاسم الذي من الأسماء الخمسة في هذه العبارة هو كلمة أبو، لاحظنا أنه ينتهي بحرف الواو، ودعنا في المثال الثاني ودعنا أبا سعيد. الاسم الذي من الأسماء الخمسة هو أبا. في المثال الثالث: رضينا عن أبي سعيد. الاسم الذي من الأسماء الخمسة هو أبي. لاحظنا في المثال الأول ينتهي الاسم بحرف الواو، في المثال الثاني ينتهي بحرف الألف، في المثال الثالث ينتهي بحرف الياء. لنعرض هذه الأسماء في مواضعها من الجمل. جاء أبو سعيد، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، أو إعرابها هنا فاعل، فاعل مرفوع بالواو، لم نقل بالضمة كما اعتدنا في رفع الفاعل مع الاسم المفرد ومع جمع التاء،
التكسير أو مع جمع المؤنث السالم، إنما قلنا جاء أو فاعل مرفوع بواو. لماذا بواو؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة. لهذا ندرس الأسماء الخمسة منفصلة عن بقية الأسماء في اللغة العربية، لأن لها حالة خاصة. لها حالة خاصة أنها ترفع بعلامة مختلفة عن المفرد والمثنى، وهي علامة الواو. إذا هذا المثال السائل، ودعنا أبا سعيد. ودع فعل الماضي، نا الفاعلين ضمير مبني في محل رفع، فاعل أبا مفعول به. إذا إعراب كلمة أبا مفعول به منصوب. بماذا؟ منصوب بالألف، هذه هي علامة إعرابه. منصوب بالألف لماذا؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة وحدها هي التي تنصب بالألف. عندنا الألف تستخدم للرفع في المثنى، للرفع ليس للنصب. أما مع الأسماء الخمسة فالألف تستخدم كعلامة للنصب. المثال الثالث، رضينا عن أبي سعيد. رضينا فعل وفاعل، عن حرف جر، أبي اسم مجرور. اسم مجرور، اسم مجرور بماذا؟ هل هو مجرور بالكسرة؟ هل هو مجرور بغير الكسرة؟ لا، إنما مجرور بالياء. لماذا هو مجرور بالياء؟ لأنه من الأسماء الخمسة. إذا من هذه الأمثلة نستنبط القاعدة أن الأسماء الخمسة ترفع، الأسماء الخمسة بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. المثال الثاني، أخوك طبيب ماهر. أين الاسم الذي من الأسماء الخمسة؟ إجابة صحيحة، أخوك، هذه هي الاسم التي من الأسماء الخمسة. ما أعرابها هنا؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة. يجل بمعنى يحترم ويقدر. الناس أخاك، أين الاسم الذي من الأسماء الخمسة؟ إجابتك صحيحة، كلمة أخاك. إعرابها هنا يجل فعل مضارع، أخا الناس فاعل، أخاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لا علامة نصبه الألف. المثال الثالث، يثق الناس بأخيك. أخيك اسم من الأسماء الخمسة، إعرابها الباء حرف جر، أخيك اسم مجرور بالياء. لماذا الياء؟ لأنه من الأسماء الخمسة. المثال الثالث فيه كلمة فو من الأسماء الخمسة. فوك طيب الرائحة، فو مبتدأ مرفوع بالواو. اغسل فاك فمك، يعني بعد الطعام. فاك مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. ضع يدك على فيك عند التثاؤب. إذا فيك اسم مجرور بعد على وعلامة جره الياء. لماذا الياء؟ لأنه من الأسماء الخمسة. المثال الرابع، ذو العلم محكوم. ذو بمعنى صاحب الشيء. من هو ذو العلم؟ العالم، طالب العلم، العالم. ذو العلم محكوم، ذو مبتدأ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. أحب ذا العلم، ذا صاحب العلم مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. المثال الثالث، أستمع إلى ذي العلم. ذي اسم من الأسماء الخمسة مجرور بعد إلى وعلامة جره الياء.
المثال الأخير الخامس، حمو حمزة معلم. حمو حمزة يعمل معلم، أبو زوج حمزة هو معلم. حمو مبتدأ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، عندما جعلناها منصوبة أصبحت حما بالألف، رأيت حما حمزة. حما مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. سلمت على حمي حمزة، حمي اسم مجرور بعد على وعلامة جره الياء. من هذه الأمثلة المتعددة نستنتج القاعدة، الأسماء الخمسة هي أبو أخو حم فو، الفم يعني ولكن بلفظ فو وليس بلفظ الميم، ذو الذي بمعنى صاحب الشيء. طيب إعراب هذه الأسماء الخمسة، ترفع الأسماء الخمسة بالواو كما رأينا، أبو أخوك فوك ذو حم، ترفع بالواو وتنصب بالألف، أبا سعيد أبي أبا سعيد أخاك فاك ذا العلم حمى حمزة، وتجر بالياء أبي سعيد بأخيك على فيك إلى ذي العلم على حمي حمزة. هل هذه الأسماء الخمسة في كل موضع ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء؟ نعم، إذا انطبقت عليها الشروط الأتية، يعني هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب هكذا مباشرة، لا، هناك أسباب شروط لا بد أن تتوفر في هذا الاسم الذي من الأسماء الخمسة لكي يعرب هذا الإعراب بالواو والألف والياء. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن تكون هذه الأسماء مفردة، يعني ليست مثنى ليست جمع. انظري، أبو مفرد، أبا أبي مفرد، أخو أخا أخي مفرد، فوك فاك فيك مفرد، وهكذا. إذن الشرط الأول أن تكون هذه الأسماء مفردة ليست مثنى ولا جمع. إذا جاءت مثنى يا أستاذ ماذا يقول؟ تتغير علامة الإعراب. المثال الذي أمامنا، الأبوان مطاعان، الأبوان مثنى، هي مثنى كلمة أب التي من الأسماء الخمسة. هل هنا الأبوان مرفوعة بالواو مثل هذه الأمثلة؟ لا. لماذا يا أستاذ؟ لأن كلمة الأبوان مثنى لم تأتي مفردة، لو جاءت مفردة كنا نرفعها بالواو، أما إذا جاءت مثنى فتعرب إعراب المثنى. الأبوان مبتدأ مرفوع بالألف ليس بالواو، بالألف. لماذا؟ لأنه مثنى. أيضا المثال الآخر، أصدق إخوة الخير، أنا أصدق إخوة الخير. الاسم الذي ينتمي للأسماء الخمسة إخوة، ولكنه لا يعرب إعراب الأسماء الخمسة. لماذا؟ لأن كلمة إخوة جمع كلمة أخ ليست مفردة. الشرط لكي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء أن تكون مفردة، هذه جمع وجمع تكسير، فهي تعرب منصوبة بالفتحة ليس بالألف. أيضا أن تكون هذه الأسماء مضافة، يعني يأتي بعدها مضاف إليه. لاحظوا معي، أبو سعيد، كلمة سعيد مضاف إليه، أبا سعيد، سعيد مضاف إليه، أبي سعيد مضاف إليه، أخوك، هذه الكاف ضمير كاف الخطاب مضاف إليه، أخاك كاف الخطاب مضاف إليه، أخيك كاف الخطاب مضاف إليه، وهكذا في بقية الأمثلة. ذو العلم، العلم مضاف إليه، فالعلم، العلم مضاف إليه، ذي العلم، العلم مضاف إليه، حمزة، حمزة مضاف إليه، حمزة مضاف إليه، حمزة مضاف إليه. إذا الشرط الثاني أن تكون هذه الأسماء مضافة بعدها المضاف إليه، هذا المضاف إما اسم ظاهر مثل حمزة أو العلم
او يكون ضمير مثل يا في الخطاب ها البيت وهكذا. طيب ماذا يحدث اذا لم تكون مضافه؟ اذا لم تكون مضافه تعرف بالحركات العاديه بالضمه والفتحه وكذا. الاب مبتدا مرفوع بالضمه، ان الاب اسم ان منصوب بالفتحه، على الابي، الابي اسم مجرور بالكسره. اذا اضيفت الى ياء المتكلم لا تعرب اعراب الاسماء الخمسه بالواو والالف والياء، انما تعرب بالحركات المقدره. ابي رجل كريم، ابي، ابي انا، ابي، هذه ياء المتكلم مبتدا مرفوع بضمه مقدره على الياء. طيب كلمه فو اذا جاءت بلفظ فم وكلاهما صحيح في اللغه العربيه لا تعرب اعراب الاسماء الخمسه. فمك مبتدا مرفوع بالضمه لانه لم ياتي بلفظ فو وانما جاء بلفظ فم بالميم. بناتي الطالبات، اخر الكلام في الاسماء الخمسه هي ابو اخو حمو فو ذو التي بمعنى صاحب، ترفع هذه بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء بشرط. ما هو الشرط؟ ان تكون مفرده، ان تكون مضافه سواء الى ضمير ظاهر او الى اسم ظاهر، اضافتها لغير ياء المتكلم. ان شاء الله الواجب في الكتاب المدرسي باذن الله تعالى كل طالبه تقوم بحل هذه التدريبات صفحه 131 و132، ان شاء الله كل طالبه ستحل هذه التدريبات وترسل لي الاجابات على الواتساب لتصحيحها. شكرا لكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.